يوم يمشي ورا العيال. عايزة اتجوز عايزة اتجوز. امشي بكرامتك في جنازة وما تمشيش خالص في جوازة، ليه تخلي واحد ملهوش عازة يقسم عليك؟ مش عايزينك كده تتوتر، كتر خير حلقة جديدة من برنامج عايزة اتجوز. حلقة النهاردة تعبتني انا شخصيا، لا والعريس مش جاي لي لوحده، جايب لي اتنين كمان من قرايبي، ربنا يستر. تعالي بسرعة. انا سعد. انا سعد. اتفضل. انا سعد. اتفضل. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ عمرو بن خالي وهيثم صاحبي وصديق عمرو. ده مين؟ عمرو بن خالي. عمرو بن خالي وده هيثم صاحبي. طب انت خريج ايه؟ انا خريج تجاره جامعه القاهره. تجاره جامعه القاهره. عايز ايه حضرتك؟ كنت جاي طالب بصمه. يعني لسه كنت اسال، كنت العريس يعني؟ اصل شكلكم كلكم ارسال. لا والله سبقتهم يعني. انت ايه متجوز؟ الحمد لله. ما شاء الله. عندك اولاد ولا ايه؟ الحمد لله عندي بنتي. عندك ايه؟ بنتي. بنت. يلا ربنا يكرمك كده وتجوزها ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. انت كنت عايز تدخل الحمام صح؟ طب معلش استاذنك اطلع فوق لانه اللي تحت ده مقفول. معلش بس احنا جينا متاخر. اتفضل. هو على اليمين على طول. الشغل بس. لا بس هو هو طموحاته ايه؟ احلامه ايه يعني؟ او مستواه المادي ايه يعني؟ هو جيجو هو عنده شقتين. عنده شقتين؟ فين بقى؟ زهراء مدينه نصر. زهراء مدينه نصر؟ بعيد قوي. لا بس زهراء مدينه نصر يعني. ايه؟ زهراء مدينه نصر. يعني منطقه كويسه يعني. الحمد لله يعني. لا لحد ما والله. انا انا لا انا ما بحبش بنتي تبقى بعيده عني. والله هو مش الموضوع. هي تقعد معايا هنا في انا عندي هنا ست ادوار فوق لسه يعني. هو الدور اللي هو عايزه ياخده بس تقعد معايا هنا يعني. بص اقول لك حاجه. بص هو زي ابني على فكره. بص هو كده كده طبيعي. ايه يعني دي وجهه نظر حضرتك. تعال يا بسوم تعال. بنتي بقى وطبعا النهارده لابسه لك بقى وايه الحاجه الجميله المتزوقه بقى يعني نقيه لك الطقم الجديد. ان شاء الله خطيبك اللي هو جاي لك جيبه. ابن خاله تقريبا. عمرو. وابن خاله برضو هيثم. هيثم لا هيثم صاحبي. صاحبك هيثم. ابن خالك عمرو بس زي يعني اخويا. زي اخوك ما شاء الله. بسومه بنتي طبعا العروسه. طيب التفاصيل بقى اللي هي يعني تفاصيل الجواز والحاجات يعني. يعني انا شغال في فودافون. طبعا كنت معيد في الجامعه واشتغل ايه هناك؟ محاسب. محاسب. ودلوقتي معايا الشقه بتاعت مدينه نصر. ده غير في ان في ايجار تاني. محل يعني باجره وكده. والعائد بيجي ليه يعني. ودخلك كام في الشهر حوالي؟ دخلي توتال يعني 3500. 3500. لا بس برضه يعني ما تزعلش مني، ده دخل برضه ما يساعدش في بيت يعني. كبدايه؟ كبدايه؟ كبدايه طبعا. يعني 3500 دول ده حق الكوافيل وعلب اللبن. يعني ما معلش كل واحد بيبتدي برضه على قده وان شاء الله ربنا. بس ما ايه يعني ايه مش فاهم انا اسكت يعني ما اتكلمش ولا ايه مش فاهم؟ انت كلامك مش كلامي مش عاجبك يعني ولا ايه؟ انت مالك في ايه؟ مالك في ايه فاهمين؟ بص يا فندم اقول لحضرتك حاجه. يعني معترض على كلامي اسكت وانت اتكلمي. ايه؟
انا بتفق، دي تفاصيل مهمه ليكي. على ايه اللي هتتجوزي يا ماما؟ مش ايه في ايه فاهمين؟ عايزه الشبكه مثلا ولا الشقه الاول؟ نكلف الشقه الاول. اكلف ايه الاول؟ طيب اكلف الشبكه بس الكلام برضه يعني بيبقى خفيف كده. معنى انا مش فاهمها، هي عايزاني اتكلف ايه؟ بص يا فندم حضرتك، اللي انت عايزه اللي انت عايزه قوله. اه تمام، مع احترام يعني يا الحاجه كانت جايه تمام. اه ولو عارك يا بنتي في ايه؟ خنقتيني، انا مش عارفه اتكلم مع الناس. الله بالراحه بس، بالراحه عليها بس. انت في حاجه فاهميني في ايه؟ الراجل جاي وشريكي، وانا واللي حضرتك عايزه انا تحت امرك يعني. وهو بيقول ان انت عايز تحت امرك، واحنا نتعاون مع بعض. انا هو مالكيش دعوه انت بقى بالموضوع ده، الجوازه هتتم. انا مش فاهم في ايه. يعني في ايه يا مشرف؟ ايه التفاصيل؟ ايه بقى الباقي؟ حضرتك انت حضرتك ثانية واحدة، بتضحكوا عليك في حاجة؟ لا أنا ما اتضايقتش، بس دخلت فينا جامد شوية بقى. إيه؟ دخلت فينا جامد شوية بقى. في إيه؟ يعني 3000 ونص قليلين صح؟ أيوة. لا إله إلا الله، أنت مش عندك فكرة عن الظروف الاقتصادية اللي إحنا فيها، وإنه دلوقتي الدخل دلوقتي بتاع بص يا أستاذ حضرتك، يعني حضرتك قلت لي مادي صح؟ أه طبعًا. أه طبعًا. بص اللي أنا أعرفه إن حضرتك بتقول طلباتك. أه. صح؟ تمام. وهو طلباتي دي على ضوء دخله. لا انا حضرتك مش لاعب دخله دلوقتي. ازاي يعني؟ لما يقول لي 3000 ونص اقول له ايه؟ يا استاذي ما انت حضرتك يعني احنا مستريحين. اه فالحمد لله شفت طلباتك. انا معتبره زي ابني بس وهساعده وبشيل راجل، بس اعرف امكانياته ايه الاول. يا استاذي اللي حضرتك عايزه احنا على قد امكانياتك. ايه؟ اللي حضرتك عايزه احنا على قد امكانياتك. لا انتوا مش على قد امكانياتي خالص. لا لا مين اللي قالك؟ في ايه انت يعني؟ يعني خلينا احنا نتكلم احنا في الشقه ونعرف الشقه. معلش يا حضرتك عايز ايه بالظبط؟ ايه؟ احنا مش على قد امكانياتك في ايه؟ معلش حضرتك عايز ايه يعني؟ يعني انا عايز اساعده. معلش ممكن حضرتك بس يعني؟ لا اه معلش ممكن، معلش انا اسف يعني، وظيفه حضرتك ايه؟ لا احنا عايزين نديله البنت من الاخر تمام؟ ماشي انا بتكلم، حضرتك عايز تديله البنت وبتعتبره زي ابنك، حضرتك داخل فينا من ساعه ما دخلنا طخ طخ طخ. لا ما عشان انا اعرفه ان انا هساعده. معلش يعني يطمن في ده. هقول لحضرتك برضه على حاجه، حضرتك واحد صعب، فدي حاجه منك دي ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها، انا جاي اقول لك ظروف واحد اثنين ثلاثه. لا انا واضح وصريح، انا بتكلم على الملأ وبقول له انا هساعدك يا ديجو وهجهز لك كل حاجه وهديك بنتي يعني معززه مكرمه. اهم حاجه ما تزعلهاش، الفرح عندي، الشبكة عندي، لا الشقة عندي، هي مالها بس لا. ايه؟ مالها؟ لا أنا معرفش مالك يا بسمة في ايه؟ معرفش ايه؟ لا هي عادي ما تاخدش في بالها، هي أنا ماليش دعوة، لما تتجوزي كل ده هيروح. أنا ماليش دعوة والنبي. اه هي كل ده هيروح بعد الجواز، هي البنت بعد الجواز. ايه؟ لا. ايه ده اللي يروح؟ التوتر بقى والحالة يعني بتفكر مع نفسها رايحة جاية كده يعني، تروح توافق ولا ما توافقش؟ هي هتروح يعني. لا بس انا مكلمها عادي يعني. ايه؟ ما يعني انا مكلمها لسه، مكلمها كذا مره مفيش مشكله. ماشي اوكي. خلينا احنا في التفاصيل بتاعتنا. انا تعبت. خلينا في التفاصيل. انا تعبت يا بابا والنبي. يا بابا انا تعبت يا بابا. ايه؟ ايه؟ يا بابا والنبي انا تعبت، انا تعبانه. انا تعبانه يا بابا والنبي. لحظه واحده، في تعبانه من ايه؟ انا تعبانه يا بابا. انت تعبانه من ايه؟ انا تعبانه يا بابا، انا تعبانه هيأذوني. لا مين اللي هيأذوك؟ انا تعبانه يا بابا. مين اللي هيأذوكي؟ انا تعبانه يا بابا. انا تعبانه، هيحرقوني يا بابا زي كل يوم. لا لا ما حدش هيحرقك، ما حدش هيحرقك. انت والنبي يا بابا جاي، جوزك والنبي يا بابا، ده جوزك محترم وشاب جميل. والنبي يا بابا انا شايفاه، والنبي يا بابا، والنبي يا بابا عشان خاطري، والنبي والنبي اهو جاي يا بابا، اهو جاي يا بابا، اهو جاي من هناك، والنبي يا بابا، والنبي يا بابا حرام، انا ما عملتش حاجه والله، اهو اهو جاي، اهو جاي، هو والنبي يا بابا، والنبي والنبي انا مش عايزه اتجوز. جوزك هيدافع عنك، اي حد هيجي جوزك هيدافع عنك. لحظه واحده بس، هي مالها في ايه؟ ايه بتعمل كده ليه؟ ايه بتعمل كده ليه؟ ما تحرقنيش والنبي. هي محسوده، ما تحرقنيش والنبي، محسوده من ساعه ما الناس عرفت ان في عريس جاي لها، اتحسدت بقى وبتاع وحصل لها اللي حصل لها ده كده.
بس حاجه بسيطه يعني. الحسد ده مذكور وهيروح على طول. يلا نقرا الفاتحه. احنا نقرا الفاتحه يا استاذي. نقرا الفاتحه. استاذي بس ثواني بس نقرا الفاتحه الاول. هو الفاتحه ممكن تتقرا على اي حاجه معاك. هو خلاص هم شاريين بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا 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 استني بس يا بنت استنى. بس يا عم تخافي. قوم عادي وادي. لحظه واحده بس. تعالي فوق معايا. تعالي فوق. قومي قومي فوق. معلش لا قومي فوق معايا. معلش انا استاذنكم خمس دقايق. معلش خمس دقايق. معلش معلش تعالي فوق. ايه ما فيش حاجه. اهدي خالص من الكلام ده. اما ركبك تخبط ولا رجلك تتنايم اتعورت يا عم واحد الله ما تخافش من الكلام ده. يمشي يا جدعان. يا عم نمشي ايه؟ احنا قاعدين مع راجل. احنا قاعدين مع عيل صغير. ايه ده الكوره بتخبط؟ اقسم بالله عم ارقام بتخبط ولا ودنك بتخبط؟ ايه يا ريس يا عم؟ خلاص الحمد لله. عارف كده؟ عارف كده؟ والله العظيم ما اعرف اي شيء. يخرب بيتك بعد ايه؟ الحمد لله. ايه؟ انا يعني هديتها وقلت لها ما يصحش اللي بيحصل. الحمد لله يا حاج ما فيش اي حاجه. تعالى كده. الحمد لله انا هديتها. الحمد لله ما شافع. الحمد لله. احنا بقى ايه دلوقتي انسب وقت عشان نلحق الحاله؟ احنا نقرا الفاتحه دي. اه يا ماشي يا حاج. بس ثواني بس. فاتحه ايه من غير والدتك يا ابن ناس؟ ايه ده؟ طب ما انا قلت لكم ما جبتوهاش ليه من الاول؟ احنا جايين عشان انت تشوفه. انا شفته. ماشي مع حضرتك ما قلتلناش اي حاجه يعني. نقرا الفاتحه. ما هو حلو عجبني وموافق. بص يا حاج ثواني بس. ثواني يا ابني. ايه هو الكلام ده؟ ايه في ايه؟ انتوا بتحطوا ليه العقبه بين الاثنين بيحبوا بعض؟ مش عقبه في حد ولا اثنين ولا ثلاثه. هو طبعا ما حدش عارفش في طريق سعادته ولا طريق سعادتهم ولا انت واقف في طريق سعادتهم. يا حاج بس بالله عليك اسمعني. انا شايفك واقف. انا مش بص يا حاج انا داخل لك. احنا شباب اه صح؟ طب اطلع من طريق سعادتهم. لا لا بس بالله عليك بطلع من طريق سعادتهم بنزل في البلاعه. بص يا حاج بالله عليك واحد الله. اتفضل. انا رايح الفتحه صح؟ انت انا مش هينفع اتعدى والدته ايا كنت. انا بقى شخصيا انا ما حدش ينفع يتعدى والدتي. اتعدى والدي. اقرا معاك فتحه بتاع ايه؟ هم دخلت على واحد هو الله. جاي لي ليه يا حاج؟ واحد الله. انا جاي لا 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 جاي لي ليه؟ انت جاي لك عشان تشوفه. ما شفته. حضرتك اللي طلبته. شفته عجبك؟ عجبني الحمد لله. اتفقتوا على ايه؟ هقول لك. انا باخد دلوقتي 3000 ونص. اتصل بالمنزور اجيبه. انا هساعده يا حاج بالله عليك. بس قصه تساعده وتساعدني هساعده بالله عليك على عيني وعلى راسي. الكلمات دي في الاخر. اه اتفضل. انا راجل متجوز مش راجل صغير. اه تمام تمام. عشان نيجي نقعد. انت دخلت فينا دخله غريبه كده وبعد كده دلوقتي بتقول لي الفاتحه وبعد كده حصل اللي حصل ده. ايا كان تمام. انا مش ينفع ان احنا نقرا فاتحه دلوقتي لما والدته تكون موجوده. الست دي على دماغنا والست دي لها فرصه بالنسبه لك يا حاج. بص ما تكلم على ايه؟ فرصه يا عم. فرصه حضرتك داخل في نشبه كده من الصبح. احنا فرصه يا عم هيثم. انا عبد وطلب. هساعدك يا عم. ثواني هيثم. هو حد دلوقتي احنا انت مش فرصه بالنسبه لنا؟ حد يلاقي حد دلوقتي في الزمن ده ينفعني؟ الفرح مش طالبين من حضرتك. الفرح هعمله له في باخره على النيل في مركب على النيل. مركب سحر العيون. حضرتك هتساعده. هتساعده. والفرح هعمله له في سحر العيون دي. سحر العيون دي. حضرتك قعدنا على الفون كده مش هنيجي اصلا. هتساعده ليه؟ وانا مش رجاله. والشقه هيسكن هنا معايا في احسن حته. لا معلش يا استاذنا هو عنده شقته في زهراء مدينه نصر. وبعدين لولا الحاله اللي فيها بنتي ما كنتش بصيت له اساسا. ايه؟ لولا يا حاج؟ لولا حاله بنتي ما كنتش بصيت له اساسا. ليه ليه انت حضرتك ما بتشوفش في الضلمه ولا ايه؟ ولا ليه يعني؟ انا بنتي بنتي قبل الحاله دي كان بيجي لها احسن. انا على فكره في حياتي ما شفت حد بيقول بنتي بنتي. ازاي يعني؟ دخلت فين انا وبعد كده بنتي وبعد كده دنيتك؟ لا اتكلم بالراحه عشان كده عيب بقى. هو فعلا عيب ان انا اتكلم حضرتك بادب يعني يا استاذي. لا كده عيب يعني. بص حضرتك قصه الادب. لا اتكلم باحترام. اتكلم باحترام. استاذنا استاذنا احنا محترمين. انت مش قاعد مع شخصيه سهله يعني. حضرتك مش قاعد مع شخصيه سهله. حضرتك مالك الفيزياء في مصر. يا عم
عيب بس مش عايز اعرفك مين. انا عندي كتيبات معموله بالانجلش عادي. اوكي ده اهدى اهدى اهدى. حصلنا الشرب يا باشا. اهلا بيك. حضرتك مين بقى عشان نبقى نقرا الكتيبات؟ ايه ده؟ انا دلوقتي بتكلم، انا هساعد بنتي. هو موافق؟ يبقى نجيب المأذون حالا ونتمم الموضوع. يعني ايه حالا؟ معلش. يعني في مأذون جنبينا هنا. معلش احنا جايين تعارض. في الشارع اللي ورانا. استنى يا استاذ. في مأذون في الشارع اللي ورانا هنا. انت استأذنت مني قبل ما تاخد شوية لب؟ على فكرة انت بتعمل تصرفات غير لائقة بالمرة. المفروض تستأذن مني قبل ما تاخد شوية لب. بقول لك يا باشا انت ما تعاملتش معايا صح؟ لا ما تعاملتش معايا. احسن لك اكل لب. يعني ايه احسن لي تاكل؟ اسمع بس الكلام اللي انا بقوله. يعني ايه يا مش اسمع مني؟ انت اللي تسمع. انت ما تعاملتش. انت جاي في بيتي وتزعلي. انا عايز اديها للراجل ده وحق. انا حابب الراجل ابو اكبر ده. انا اسفه. انا اسفه يا جماعه. انا اسفه. انا عملت حاجه. انا اسفه. مش قصدي. مش قصدي غصب عني. انا اسفه. انت بتبص لي كده ليه؟ انا عملت حاجه. خلاص يا هيجي الحمد لله. لا لا اللي بيحصل ده مش بمزاجي غصب عني. مفيش مشكله بس والله فعلا يعني نفسي اتعلم منك يعني تبقى قدوه لنا. مش حضرتك شغاله. هي هديت الحمد لله. واحنا دلوقتي نقرا الفاتحه. بلاش نقرا الفاتحه قرينا. نجيب المأذون. مأذون ايه حضرتك؟ لحظه انت موافق يا ابني ولا مش موافق؟ بس مش كده. موافق ولا مش موافق؟ مش كده بصراحه يعني. موافق على بنتي ولا مش موافق؟ انا موافق طبعا. طب خلاص اهو الراجل قال موافق. عايزين ايه تاني؟ بس والدتي كده يعني ما ينفعش. هتقعد بقى خلينا نعرف نتكلم. انت بقيت تاكل اللب كله انا مش فاهم في ايه يعني. هو انت بتضحكوا على ايه؟ هو مش عارف. لا اصل الحاج بس يعني انا دلوقتي شايف هو موافق نجيب المأذون. انتوا جايين تهزروا يعني ولا ايه؟ بصي بص يا بنتي عشان قصه جايين نهزر. لا هي بنتي انا مش بنتك انت. بصي يا استاذه. قصه جايين نهزر دي باباك اللي بيهزر. بيهزر في ايه؟ تمام؟ بص اولا ما اسمحلكش انك تقول على بابا كده. بسمة 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 ايه ده يا بسمة؟ اللي انت جالك ده؟ صح؟ صغيرين في السن بس احنا مش صغيرين مهم. بس شكلكوا صغير في السن. طبعا صغير في السن وانا لسه صغيرين. انا هطلع البتاع ده وشي. ربنا يديك يا رب. امال ما جبتش ليه اهلك معاك؟ والدتي انت عارفه ان هي تعبانه. ماشي وبعدين؟ عارفه ان والدي هتيجي امتى يعني؟ اكيد لما يحصل يعني لو استاذ وافق عليا ان شاء الله. واحنا لسه هنستنى قعده كمان. حضرتك ممكن تقبل او ترفض صح؟ هنستنى لسه قعده كمان. ده الطبيعي اللي بيحصل. الموضوع مش مشكله. لا مش طبيعي. الموضوع مش متعزم على حضرتك اللي انت عايزاه. انت عندك حضرتك ليك شروط. مش طبيعي. واحنا هنقبلها من انا معاكي والله. ايه اللي فيه مش طبيعي؟ مش عارف. امال ايه؟ ان طلباتي مش على قد امكانياتك. مين انت؟ ايه اللي مين انت؟ طلباتك مين؟ ما تخلينا كلنا. لا ما تتكلمش كده مع بابا. لا 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 ما اسمحلكش انك تتكلم كده مع بابا. على فكره انا بساعده. وبعدين لما اتكلم بابا بساعده. ما تاكلش لب. بساعده عيب يعني. احترم. عيب ان انا بساعده. يعني في مين بيعمل النهارده؟ والنبي سيبوها في حالها. والنبي بالله عليك انت بتهزر ولا ايه؟ انت بتهزر ولا ايه؟ طب على فكره لو سبتهم عليك مش هتسلم. والله العظيم ثلاثة ولا بلد الجنزه تسيب. لو سبتهم عليك مش هتسلم. وحياة بنتي ولا بلد الجنزه مش هتسلك. وحيد الله لو سبتهم عليك هيولعوا فيك. بس يا جدع انت هيولعوا فيك وانت قاعد. بس ده اصغر عفريت كده. طب بس خلاص انا بتكلم معاه. في سنه كام؟ خلاص انا بتكلم معاه. ما شاء الله. بقول لك ممكن تقول لهم يجيبوا كوبايه ميه؟ كوبايه ميه خلاص كده. هو كده سيبونا كل دب. بس يا عم بس يلا تمام. اول ما يخرج من هنا. اول ما يا جدع انت في ايه؟ وحد الله. تمام خلاص يا عم. تمام استاذنا. تمام استاذنا. تمام انت عصبه بنتي وانا عايز اساعدك. هولع فيك. عصبه هولع فيك. هولع فيك. هولع فيك. خلاص يا عم. هولع فيك. بس وحد الله. هولع فيك. اوعى هولع فيك. هولع فيك. هولع فيك. هولع فيك. هولع فيك. هولع فيك. حرام عليك خلاص تعالوا بس تعالوا بس يا ابني. ماشي يا عايزه هفتح لك الباب بس تعالى بس. هو انا عايزك ما تخليش اضربوا لك بالنار يا جدعان. لا يا عم اضربني بالنار. تعالى بس تعالى.
تعالى يا هيثم، تعالى يا بسوم، تعالى بس يا هيثم، هفتح الباب ثواني، انا هفتح لك الباب، تعالى بس يا هيثم، هقفل الباب يا عم، تعالى تعالى هو يا عم ايدك، لحظه واحده بس، استنى ما تنرفزنيش، طيب اوعى ايدك بس بس قسما بالله، اتكلم قسما بالله، ايه هجيب لك الباب ده على الارض يا عم، اسمع بس انت بق، لا الحمد لله والله بق، والله العظيم اوعى ايدك، طب اسمع بس اوعى ايدك، طيب طب اسمع ايش سيبه، طيب سيبه، طيب عايز بس هاي، خد يا عم الاكل ده، خد يا عم، انا اصلا تعبانه، حرام عليك، امرني يا حاج، حرام عليك بس يا عايزهم بس، حرام عليك، اتفضل خلاص يا عم، اقعد اقول لك على حاجه يا عم، انا مستني بينا، اقول لك على حاجه بس، اقعد اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، امرني اتكلم معانا عيد، انا عايز اتهدى كده، اهدى كده، اتكلم معانا عيد، اهدى كده، اهدى كده وسيبنا نتكلم في التفاصيل، انا اتعبت قسما بالله، لو خدت جنبي ده هسحب ليه، خلاص يا بسمه، 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 خلاص يا حبيبتي، انا متجوز يا بسمه، انا احل، انا احل، انا احل، انا احل، انت لو عايز تجيب لي هتزعل يا بسمه، خلاص خلاص، انا هموته، خلاص انا هموته، يا بيبي انا اسف جدا، انا اسف جدا، انت بقى بس في ايه في القصه يا اتفضل اسرع مالك ازاي ابو جنب بعض